نظرا لحاجة الأشخاص اللي بنتعامل معاهم كأخصائيين في مجال علم النفس والمهارات الاجتماعية، وبرضه كمان لما إحنا بندرس طلابنا في الجامعات بنلاحظ عليهم قديش هم بيكون عندهم رغبة في المعرفة حول إمكانية إنه كيف ممكن إنه هم يحسنوا أو يطوروا من مهاراتهم التواصلية وقدراتهم في التأثير على الآخرين وإقناع الآخرين، وكيف مرات كمان بيجوا بيسألوا أسئلة إنه دكتورة أنا كيف بدي أكون هالقد ناجح في التواصل مع الآخرين، وكيف بقدر أمتلك الكفايات والمهارات اللازمة لهذا الموضوع. حقيقة أنا بنصحهم كتير بأنه هم يقرأوا بهذا الجانب ويقووا حالهم ويتعلموا تكنيكات ومهارات. مرات القراءة لكتاب معين بتلفت نظرنا لإشي إحنا ما بنكون عارفينه أو مش منتبهين له، يعني نتفاعل معاه نتصرفه ممكن نسلكه هذا السلوك، لكن إحنا ما بنكون عارفين إنه هذا الإشي ممكن إنه يبعد الآخرين منا أو ممكن إنه يزيد من مهارات التواصل اللي نمتلكها إحنا إزاء المواقف وإزاء الآخرين. كل الأفراد سواء صبايا سواء شباب سواء نساء رجال كلياتهم بيحبوا انهم هم يقووا حالهم في مهارات الاتصال ومهارات التواصل الاجتماعي. انا بتذكر لما بلشت ادور على كتب لتدريس ماده مساق مهارات الاتصال في الجامعه، كنت ما بدور على كتاب بيعطي بس السوفت سكيلز، بدي كتاب بيركز على الجانب النفسي كمان لعملية الاتصال والتواصل بين الأفراد وبين الآخرين. حقيقة كنت كتير محظوظة بأنه لقيت كتاب، الكتاب هذا كتاب مترجم اسمه مهارات الاتصال والتواصل، وهو حديث تقريبا 2016، والكتاب مركز على نظريتين في موضوع الاتصال والتواصل مع الآخرين، والنظريتين اللي معروفين النظرية السلوكية والنظرية المعرفية. وفي الكتاب كتير في أمثلة عملية براكتيكال للشخص اللي بيحب إنه يتدرب أو يتعلم تكنيكات الاتصال والتواصل مع الآخرين وبيعرف ما وراء سلوك الاتصال والتواصل. عجبني كتير انه الكتاب بيركز على الوعي بالذات، انا لما بكون واعي بذاتي بكون واعي بالاخرين، وبيركز الكتاب كمان عنا على تكنيكات وعلى مهارات، وبيلفت نظر القارئ والدارس لا الاشياء اللي ممكن انه يكون غافل عنها. حقيقة يعني أنا أول ما بلشت أدرس الطلاب بهذا المسار قلت لهم أنا متشجعة أكثر منكم لأنه إحنا نتعرف ونتعلم الأشياء اللي عماله بيحكي عنها هالكتاب وهالدراسات اللي توصلت بموضوع مهارات الاتصال والتواصل. هلأ إذا بتلاحظوا لما إحنا بنحكي بنقول عن الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات الاتصال ومهارات التواصل، إيش بنقصد فيها؟ بنقصد فيها الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي عنا اياها. طبعا بدنا نشوف شو مفهوم الاتصال، تعريفه، اهميته، عناصر الاتصال، طبيعه التواصل بين الافراد، ممكن ان نتطرق من منظور تاريخي. في عنا تطوير مهارات التواصل بين الافراد، مهارات التواصل اللي موجوده عندي انا ومهارات التواصل بين مع الاشخاص او مع الاشخاص الاخرين اللي ممكن اني انا اتعامل معهم. هذا الموضوع اللي عمالي بحكي لكم عنه اللي هو عنا إياه موضوع الوعي بالذات وبالآخرين وعلاقتهم بتطوير كفاءة التواصل بين الأفراد. إذا بتلاحظوا أنا لازم أكون واعي بذاتي، مرات بتصرف تصرفات ما بكون واعي بذاتي وهاي ممكن إنها تبعد الناس عني أو ممكن إنها ما تخليهم يتفاعلوا معاي مرة تانية، يعني ممكن ياخدوا موقف معين مني وبناء على تصرفي أنا وما يرجعوا يتعاملوا معاي. رح نتعلم كمان مهارات الاستماع ومهارات الإصغاء، وفي عنا إشي اسمه بتسمعوا عنه دائما اللي هو عنا إياه الإفكتيف ليسنينج، الاستماع الفعال، مهارات الاستماع الفعال. شو يعني مهارات الاستماع الفعال؟ كيف أنا بقدر إني أتمتع بمهارات الاستماع الفعال؟ في عنا
كمان إشي كتير حلو. وبتذكر إنه لما عملنا محاضرات عنها اللي هو عنا إياه البادي لانجويج، مهارات الاستماع للرسائل غير اللفظية، ورح نحكي ورح نقول إنه آخر الدراسات بتقول إنه نسبة عالية من يعني النجاح في عملية الاتصال والتواصل مع الآخرين إنك أنت تقدر تقرأ الرسائل غير اللفظية اللي بيرسلوها الآخرين إليك، يعني حوالي 80-90% بنجاح أو مهارات الاتصال والتواصل إنك أنت تكون قادر على قراءة الرسائل غير اللفظية اللي بيرسلها الآخرين اللي أنت عمالك بتتعامل معهم. طبعا رح ناخد المقابلة، أهمية المقابلة، رح ناخد أهمية المقابلة من ناحية كمان نفسية، إنه ليش المقابلة؟ يعني أنا نفرض إنه أنا في العمل وبدي أجري عملية، بدي أجري مقابلة حتى إني أنا أختار الموظف اللي تنطبق عليه المواصفات اللي أنا بدي إياها عشان أمشي شغلي. مرات وشافوا الطلاب إنه مرات الشخص عدم نيل الشخص هذا للوظيفة بيكون سببه الشخص اللي عماله بيقابله، لأنه الشخص اللي عماله بيقابله ما عم بيحفزه، ما عم بيعرف كيف ياخذ منه المعلومات، مع أنه هذا الشخص في عنده الدراية وفي عنده المعرفة بالموضوع اللي أنا بدي أوظفه فيه. وفي عنا كمان إشي كتير بهمكم كطلاب كأفراد حتى بالشغل، اللي هو عنا يا موضوع أنك أنت تقدم المعلومات للآخرين اللي بنحكي عنها، اللي هي عنا ياها البرزنتيشن. بدنا نتعلم كيف نعمل البرزنتيشن، شو الشروط اللي لازم تتوفر فيه أنا كشخص حتى أني أنا أقدر أقدم المعلومات والمعرفة للآخرين بطريقة تقدر أنها توصل للمعلومات ويستفيدوا منها وأحقق الأهداف اللي أنا حاططها في بالي. طبعاً الموضوع مهارات الاتصال communication skills هو موضوع كتير واسع. في عنا موضوع مهارات الاتصال والتواصل اللي بتكون عنا اياها soft skills اللي بتعلموها الافراد اذا بدهم مثلا يعملوا CV، بدهم يروحوا يتحضروا لمقابلة، كيف مهارات الاتصال والتواصل بينهم بين الاخرين، شو الاشياء اللي لازم يراعوها، بعض القراءات لموضوع لغة الجسد. فهي عبارة عن soft skills بيتعلمها الفرد وبيأديها، لكن الإشي اللي إحنا بدنا نتعلمه هو الجوانب النفسية اللي بتخليني أنا أكون أتصف بإني أنا effective listener، أو إنه أنا تتم عملية الاتصال والتواصل بيني وبين الآخرين بفعالية وتحقق الهدف اللي أنا بدي إياه. هذا الإشي اللي إحنا رح نتعلمه بهاي السلسلة من الدروس والسلسلة من المحاضرات. إذا أنا بدي أختار موضوع لليوم حتى إنه نتعلمه مع بعض وتنتبهوا لبعض الأشياء اللي ممكن إنها هي تفيدكم في مهارات الاتصال والتواصل ومهارات التعامل مع الآخرين، أنا اليوم رح أركز على موضوع اللي هو عنا إياه موضوع التأكيد والتأثير، التأثير في الآخرين. هلأ التأثير في الآخرين اللي بنسميه إحنا بالإنجليزي موضوع، رح نركز اليوم على موضوع بهمكم كتير اللي هو عنا إياه موضوع التأثير في الآخرين. التأثير في الآخرين طبعا بهمني بموضوع مهارات الاتصال والتواصل اللي بنحكي له بالإنجليزي asserting and influencing، يعني اللي هو عنا إياه التأكيد والتأثير في الآخرين. رح نتعرف اليوم عن بين السلوك التوكيدي والسلوك اللي ممكن إنه يظهر كسلوك عدواني. ما رح نتعرف على الأسباب لعدم قدرة بعض الأفراد عنا على تأكيد ذواتهم. رح ناخد كمان القدرة على تمييز الإشارات غير اللفظية التي يمكن أن تحتويها وسائل تأكيد الذات. رح ناخد عنا خطوات للتقليل من حجم الاعتمادية على الناس وخفض درجة تأثيرهم علينا. خطوات ممكن أنه كمان ناخد خطوات زيادة اعتمادية الآخرين عليك وبالتالي زيادة قدراتهم. أكيد والتأثير في الآخرين بالإنجليزي إحنا بنحكي له بنقول asserting and influencing. الasserting and influencing معناته إنه أنا كيف بقدر أكون بمتلك السلوك التوكيدي اللي ممكن إنه يخليني ناجح في التواصل مع الآخرين. رح ناخد أسباب عدم قدرة بعض الأفراد على تأكيد ذواتهم، وكمان في عنا القدرة على تمييز الإشارات غير اللفظية اللي ممكن أنت تحتوي اللي بتحتويها وسائل تأكيد الذات. هلأ إذا بدنا نحكي عن موضوع التأثير في الآخرين،
influencing others، بعض الأشخاص أثناء عملهم قد يواجهوا مشكلات في التأثير بالآخرين. كتير بيجي ناس بيقولوا دكتورة أنا ما عندي قدرة على أني أنا أثر بالآخرين، أنا بحس حالي مش شخص مؤثر. هون لهذا الشخص بدنا نقول له أنه هلأ رح نفسر لك إيش يعني أنه أنت مؤثر أو غير مؤثر، وليش بتحس حالك أنك غير مؤثر، وليش مهم أنك أنت تكون مؤثر في الآخرين حتى تكون ناجح. طبعا هنا قد يكون السبب في سوء التأثير أو ضعف التأثير في الآخرين اللي هو عندنا إياه سوء في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. قد تكون طبعا المشكلة الشخص اللي ما عنده قدرة على إنه يأثر في الآخرين، قد تكون المشكلة أعمق، يعني ممكن هذا الشخص في عنده فقدان للمهارات المرتبطة في القدرة على التأثير في الآخرين. في ناس ما عندهم هاي القدرات، يعني في ناس بتعلموها، ممكن يشوفوا بالنمذجة مثلا أو يقلدوا أفراد آخرين بيأثروا في بيشوفوهم إنهم هم مؤثرين. قد تكون المشكلة أعمق اللي هي إن إياها فقدان الشخص للمهارات المرتبطة في القدرة في التأثير مع الآخرين. في كتير أشخاص بدي أكد عليها هاي ما بيمتلكوا المهارات اللي بتخليهم إنهم يأثروا في الآخرين، وما بيعرفوا إيش هي هاي المهارات، ما بينتبهوا. أنتوا بتعرفوا ممكن أنا أطلع على شخص أقول هذا الشخص بيأثر في الآخرين، أنا بحس إنه بيأثر في الآخرين. فأنا لما بتعلم، أنتوا بتعرفوا إنه إحنا بنتعلم بالنمذجة، بنتعلم بالتقليد، كتير بتعجبنا شخصية معينة بنصير نقلدها لأنه هاي الشخصية بتأثر فينا بطريقة إيجابية. من هاي المواضيع اللي هي ممكن أنها تأثر فينا بجانب أنه كيف هدول الأشخاص قادرين على أنهم يأثروا بالآخرين. طبعا عندنا ردود فعل الأشخاص ممكن تكون مشكلة في عدم قدرتنا على التأثير في الآخرين. يعني ممكن أنا أكون مثلا عمالي ببلش بدي مثلا أأثر في الآخرين، الآخرين ردة فعلهم بتخليني أتردد إذا كانت مثلا سلبية إنه أنا أرجع أستخدم هذا الأسلوب مرة ثانية. طبعا وبتشكل عندي شيء اسمه اللي هو عنايه العجز المتعلم. العجز المتعلم اللي معناته انه انا ممكن انه اتعلم عدم قدرتي، اذا هون عمالنا بنحكي على موضوع اليوم التاثير في الاخرين، عدم قدرتي على التاثير في الاخرين نتيجه خبراتي الفاشله مع الاخرين، نتيجه ردود فعل الاخرين اتجاه الشيء اللي انا سويته، نتيجه كمان كيف أنا بتفرج على آخرين مروا بتجارب سابقة وصار في عندهم فشل بهذا الموضوع، فأنا بصير في عندي اللي هو عنايا العجز المتعلم. طبعا لما يتشكل موضوع العجز المتعلم عند الفرد، طبعا هنا الفرد فورا بتوقف عن المحاولة، خلص بيبطل يحاول مرة تانية. انتوا بتعرفوا انه في عنا اشخاص لما يتعرضوا لأي جانب من جوانب الفشل خلص مستحيل انه يرد يرجع يحاول مرة تانية، بقولك انا فشلت انا ما بدي ارد اتحمل ردة الفعل اللي صارت معاي اول مرة. بالمقابل في عنا افراد بيحاولوا التغيير وبيبذلوا جهد وما بيتأثروا بردود فعل الآخرين، بيخلص بيعتبروها تجربة ومرات وهو بده يرد يحاول مرة تانية، بجوز ردة الفعل المرة التانية ما تكون نفس ردة الفعل الأولى. طبعا ضعف التأثير بالآخرين لما 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 يصيب شخص، بنرد نرجع لهذا الموضوع اللي هو موضوع الدرس تبع اليوم، لما ضعف التأثير في الآخرين لما يصيب الشخص ويصير في عنده عجز متعلم ويتوقف عن المحاولة في إنه يأثر في الآخرين، هون الشخص هذا بيصير انسحابي وبيصير سلبي. يعني إحنا بنصير نحكي عنه بنقول إنه هذا الشخص يتصف بالانسحابية وهذا الشخص هو شخص سلبي اللي ما بيقدروا إنهم يأثروا في الآخرين وما بيحدثوا تغيير. عشان يخلوا الأشخاص إنهم يتقبلوا آرائهم ممكن يسلكوا سلوك عدائي ويمارسوا نوع من أنواع الضغط على الآخرين، وهون الآخرين بيصيروا ينزعجوا منهم. يعني ممكن إنهم ينفذوا الإشي اللي بدهم إياه لكن بيكونوا عمالهم بيمارسوا عليهم نوع من أنواع الضغط. طبعا بالمقابل الأشخاص الأكثر فعالية في التأثير في الآخرين هدول بيفشلوا أول مرة بيضلوا يحاولوا حتى يأثروا في الآخرين. والأشخاص الناجحين طبعا بتوقعوا يعني هلأ أنا إذا كنت مثلا شخص ناجح بتوقع مقاومة من الآخرين. لنفرض أنه أنا يعني كيف بدنا نفسر هذا الشيء على درسنا اليوم،
لنفرض أنه أنا شخص تعينت رئيس قسم أو مدير، وفي عندي فلسفة جديدة، في عندي رؤية بشركتي أو بمؤسستي أو ضمن إطار العمل اللي أنا عمالي بشتغل فيه. أنا صرت مثلا مسؤول، في عندي فلسفة وبدي أطرحها أمام الآخرين، وبدي الموظفين يمشوا بهاي الفلسفة ويكونوا طبعا مقتنعين حتى أنهم يشتغلوا معي. طبعا الشخص اللي عنده السلوك التوكيدي هذا شخص قادر على أنه يقنع الآخرين بوجهة نظره، وهذا الشخص بيكون كتير ناجح بأنه بيعرف أنه فيه رح يكون في نوع من أنواع المقاومة من بالبداية للتغيير. الإنسان ما بحب التغيير، يعني أي إنسان عرضه لتغيير رح يقاوم، يعني رح يعمل مقاومة. هلأ الإنسان الناجح والموظف الناجح الرئيس الناجح اللي بده يحدث نوع من أنواع التغيير بيفترض أنه رح يكون في عنده نوع من المقاومة، بيجهز من قبل الآخرين اتجاه الإشي اللي هو عماله بيقترحه، فبيجهز حاله لخطة دفاعية طبعا بتكون إيجابية طبعا على أساس أنه هو بالنهاية بده يكسب الآخرين. طبعا هدول الأشخاص الناجحين إيش بيعملوا؟ خطوة بخطوة بيصيروا نحو تحقيق هدفهم ونحو تحقيق التغيير اللي هم بينشدوه في المؤسسة من قبل الأفراد اللي عمالهم بيعملوا معاهم. أنا الإشي اللي بدي أركز عليه أنه أنتوا إيش اللي رح تستفيدوا من الدرس هذا؟ رح تستفيدوا من الدرس هذا أنكم رح تتعلموا أفكار تمكنكم من أنكم تسيطروا على المواقف المختلفة بطريقة فعالة حتى أنكم تحققوا الأهداف اللي أنتوا بترجوها. طبعا عندنا هنا في عندنا طريقة الأولى اللي هي عندنا إياها الطريقة اللي بتركز عندنا على التوكيدية. التوكيدية اللي هي عندنا إياها بيكون في عندي سلوك توكيدي على تحقيق الهدف اللي أنا بدي إياه، بكون مصرة، عندي رغبة، ما بيكون في عندي ما بتشكل عجز متعلم، خلص أنا بدي أحقق الإشي اللي أنا قررت أني أنا أسوي في هاي المؤسسة أو في المكان اللي أنا موجود فيه وبدي أثر في الآخرين. طبعا هنا السلوكات التوكيدية أو الأفكار اللي أنتوا رح تتعلموها بالنسبة للسلوكات التوكيدية أنه هي عبارة عن سلوكات بتساعد الفرد في الوقوف أمام الآخرين، في الدفاع عن حقوقه وإيصال رسائله للآخرين والتأثير فيهم. يعني أنا الهدف من الموضوع أنه أنا أوصل الرسائل للآخرين وأأثر في هدول الأشخاص الآخرين حتى أحقق أهدافي اللي أنا بدي إياها. طبعا الطريقة الثانية أنك تتبنى موقف أوسع لمحاولة تقديم نصائح بتفيد في التأثير في الآخرين. هذا الإشي الهدف الثاني اللي أنتوا رح تتعلموه، يعني رح تتعلموا أنه أنا في عندي إشي اسمه سلوك توكيدي، والسلوك التوكيدي هذا سلوك بيرافق الأشخاص الناجحين في التأثير في الآخرين. أنتوا رح تتعلموا هذا التكنيك، رح تتعلموا شغلتين. الشغلة الأولى اللي هي أن إياها أفكار بتمكنكم من أنه أنتوا تمتلكوا السلوك التوكيدي حتى تحققوا أهدافكم وحتى تقفوا أمام الأفراد الآخرين، دافعوا عن حقوقكم وتوصلوا رسائلكم للآخرين. الطريقة الثانية أنتوا رح تتبنوا نتيجة هذا المعلومات اللي أنتوا عمالكم بتستمعوا لها، تبنوا موقف أوسع في محاولة تقديم نصائح بتفيد التأثير في الآخرين. كتير أنا بحكي مثال بقول بيكون في ناس في عندهم أفكار، بيكون في عندهم قدرات وإمكانات، في عندهم مادة ممكن أنهم يقدموها للأفراد الآخرين، لكنهم بيفتقدوا للسلوك التوكيدي، بيفتقدوا لموضوع التأثير في الآخرين. يعني ممكن يكون في عنا مدير اتعين، هذا المدير في عنده أفكار، في عنده قدرات للتطوير، إلا أنه ما عنده إمكانات وقدرات في أنه يوصل هاي المعلومات أو يوصل هاي الأفكار للآخرين، فبتضيع الفكرة، بيروح المفهوم. انتوا بتعرفوا انه انا حتى اكون ناجح لازم امتلك شغلتين، المعرفة والقدرة على ايصال المعرفة للاخرين، القدرة على التأثير في الاخرين. هذا هو موضوع اللي عمالنا بنحكي فيه اليوم. هلا اذا احنا بدنا نيجي نقول مين الشخص الاكثر فعالية ومين الشخص الاقل فعالية، وكيف انا بقدر اكون اكثر فعالية في التأثير في الاخرين. هلا انا اذا بدي اجي مثلا احكي لكم انه احط لكم، يعني طبعا هلا رح تشوفوا التوضيح قدامكم. لو انا اللي بدي اجي احكي عن السلوك اللي هو عندنا اياه السلوك العدائي، وفي عندنا السلوك التوكيدي، وفي عندنا شخص غير التوكيدي. هلا باجي انا شو بدي احكي؟ بدي اقول انه انا بدنا نبين هلا الفرق بين
السلوك اللي هو عنا اياه بنسميه الاسرتيف، الاسرتيف السلوك التوكيدي. بالمقابل في عنا السلوك العدواني او السلوك الاجريسيف بنسميه، الاجريسيف بيهيفير. هلا وعلاقته في السلوك التوكيدي، الشخص اللي بيتمتع بمواصفات التوكيدية أو عنده سلوك توكيدي لتحقيق أهدافه والقدرة على التأثير في الآخرين، هذا شخص قادر على التعبير عن احتياجاته وأسيرتف، يعني في عنده قدرات على أنه هو يعبر عن احتياجاته. لنفرض أنه أنا بشتغل وفي عندي رئيس أو في عندي مدير، الرئيس أو المدير مثلا إجا بطرح لاقتراح لتغيير أو تعديل، أنا كموظف فاهم مثلا شغلي وإمكانات عملي، ممكن ما أقبل بهذا التغيير لأنه في عندي أسباب مقنعة. إذا أنا بتمتع بالسلوك التوكيدي، أنا رح أقنع المسؤول عني بوجهة نظري ورح أوضح له أنا ليش مثلا ممكن مو قابلة بهذا الاتجاه أو بهذا الموقف أو بهذا التغيير. فإذا أنا شخص قادر على الإقناع وأنا بتمتع بالسلوك التوكيدي، يعني أنا assertive person. هلأ منيجي للشخص الثاني، الشخص الثاني اللي هو عنا إياه ممكن يكون تعين جديد كمدير أو كمسؤول، أو ممكن يكون هذه طريقته في التعامل مع الآخرين، إنه أنا بدكم تقتنعوا بالإشي اللي أنا عمالي بحكي لكم إياه، بدكم تغيروا بتبدلوا بحسب وجهة نظري وتحققوا مرادي، وما بيهمني إنكم تكونوا مقتنعين أو مش مقتنعين. هون بضغط، هذا ما عنده سلوك توكيدي، هون عنده بده يضغط بطريقة عدائية على الآخرين حتى ينفذوا الإشي اللي عماله بيقترحه. هذا الشخص ما عنده سلوك توكيدي لكنه هو تحول لشخص أجريسيف، شخص أجريسيف بده يحقق مراده بغض النظر عن الآخرين، يعني هو مو مؤثر فيهم بطريقة إيجابية، مش مخليهم إنهم يلحقوا المقترح اللي عماله بيحكيه بطريقة قابلة للتفاوض أو للإقناع، بينما هو عماله بيضغط عليهم ليحقق مراده، يعني بتحول لشخص عدائي. بينما الشخص الثاني اللي هو عنا اياه الشخص اللي بتمتع بالاسيرتيف، اللي بتمتع بالسلوك التوكيدي، لا عنده قدره على الاقناع، بيحاول اكثر من طريقه، بيدخل اكثر من مدخل حتى انه ياثر في الاخرين. هلا بدنا نيجي للشخص اللي على الاكستريم المقابل، اللي هو عنا اياه هذا الشخص اللي احنا بنقول عنه شخص غير توكيدي، شخص انسحابي، شخص سلبي. بيجي عليه نفس المدير وبيقول له انه انا بدي اغير، بدنا نغير بالسياسة، او انا بدي اياك هلا تسوي هذا الاشي. هذا الشخص مثلا مشغول او في عنده مهمات لازم ينفذها ويسويها قبل الاشي اللي عماله بيطلبه منه مسؤوله او الرئيس منه. بخاف، متردد، سلبي، دغري هذا الشخص رح يسلك السلوك غير التوكيدي، رح ينسحب، رح ينفذ الإشي اللي بده إياه المسؤول عنه وهو غير راضي وهو غير مقتنع، لكن ما عنده قدرة على أنه هو يقنع، فبيضطر أنه يكون سلبي أو بيضطر أنه يكون انسحابي لأنه ما عنده أي وسيلة أنه يعبر عن حاله. هلأ هذا الشخص طبعا ممكن يكون اتشكل عنده اللي حكينا عنه قبل شوي، اللي هو إياه العجز المتعلم. العجز المتعلم بتشكل عند الإنسان نتيجة إيش؟ نتيجة أنه هذا الشخص تعرض زي ما حكينا لشغلتين، إما أنه تعرض لخبرة فاشلة من ردة فعل الآخرين إذا إشي هو عمله أو محاولته للتأثير في الآخرين فهو بينسحب، أو ممكن نتيجة أنه شاف أنه أنا والله شفت زميلي مثلا تعرض لفصل أو تعرض لإنذار، أنا لا ما رح أحكي خلص، نتيجة الخبرات الفاشلة اللي مروا فيها الآخرين هو ممكن أنه يبتعد ويمكن أنه ينسحب ويكون سلبي. إذن الإشي اللي أنا وضحت لكم إياه هلأ، في عندي two extremes اللي هو عنا إياهم الشخص اللي ممكن يتحول لعدائي لأنه ما عنده السلوك التوكيدي، وفي عندي الشخص الثاني اللي ممكن يكون غير توكيدي ويكون سلبي وانسحابي. هذا الشخص على الإكستريم هذا مش مقبول وما بيتمتع بالسلوك التوكيدي، وهذا الشخص وهذا الإنسان أو هذا الشخص على الإكستريم الثاني هو كمان ما بيتمتع بالسلوك التوكيدي. مين اللي بيتمتع بالسلوك التوكيدي؟ الشخص اللي بالوسط، اللي هو قادر على إنه يقنع الآخرين ويأثر في الآخرين ويتفاعل مع الآخرين. طبعا إذا أنتوا كنتوا واعين لهاي الأشياء ممكن إنه أنتوا تصيروا تدربوا حالكم على أنه أنتوا تكونوا أشخاص مؤثرين وأشخاص مؤثرين وأشخاص واعين.
إذا عندي بدك تبذل جهد، بدك تحاول تقنع، بدك تفترض إنه الآخرين أمامك رح يقاوموك بالبداية، يمكن يكون ردود فعلهم سلبية، بدك تتحمل حتى إنك أنت تحقق مرادك، بدك تتحمل حتى إنك أنت تكون إنسان ناجح. ما بصير أنا أنسحب أحس بالفشل وخلص انتهى الموضوع بالنسبة لي، لا، أنا لازم أكون عندي قدرة على الإقناع، لازم أمتلك وسائل، هاي الوسائل الدفاعية تمكنني من أنا أحقق مرادي وأحقق الأهداف اللي أنا بدي إياها. بتمنى انكم انتم تاخذوا هاي التكنيكات البسيطه، تكونوا واعيين، لاحظوا يعني واعيين لهاي لهذا الشيء. ممكن انتم بتتصرفوا ازاء المواقف وانتم ما بتعرفوا انه انتم ما بتمتلكوا السلوك التوكيدي، او انه انتم اشخاص انسحابيين، او انتم اشخاص سلبيين، او انتم اشخاص عدائيين. يعني في كتير اشخاص بيكونوا عدائيين وبيكونوا عمالهم بيضغطوا وبيفرضوا على الآخرين وجهة نظرهم، والأشخاص الآخرين مش مقتنعين بهذا الموضوع. فبتمنى أنكم تنتبهوا لهاي الأشياء، لأنه هاي الأشياء هي إما أنها تخليك شخص بتتمتع بمهارات الاتصال وعندك مهارات الاتصال الفعالة وعندك مهارات الاستماع الفعالة وعندك مهارات القدرة على التأثير على الآخرين، أم يا إما أنت شخص غير توكيدي وعدائي وبتبتعد كتير عن إمكانية أنك أنت تأثر في الآخرين. كل شخص فينا بحب يأثر في الآخرين، بحب يكون في عنده إمكانات تميزه. يعني أنا بحب أكون مميز، أنا بحب أأثر في الآخرين، أنا بحب أكون إيجابي. ما في حدا فينا بحب إنه هو يكون سلبي. بتمنى اليوم إنكم أنتوا تكونوا استفدتوا من هالدرس النفسي الحلو اللي ممكن إنه يساعدكم بحياتكم، وممكن إنه يساعدكم بحياتكم بعلاقاتكم الاجتماعية، ممكن إنه يساعدكم بقدراتكم على التواصل في العمل مع أي شخص، إنكم تكونوا أنتوا ناجحين وتتركوا تأثير وتتركوا انطباع في الأشخاص الآخرين اللي أنتوا عمالكم تتعاملوا معهم. إذا حبيتوا هذا الدرس وإذا حسيتوا حالكم إنكم عم تستفيدوا منه، في دروس أخرى لها علاقة بمهارات الاتصال والتواصل، اعملوا سبسكرايب لقناة الدكتورة أماني محمود، لايك لهذا الفيديو، وإن شاء الله نلتقي بدروس قادمة.